واش ما حشمتيش؟ اجيتي ديري هنا؟ واش ما خصيش المسخوطه؟ راكي مشهوره وكلشي عارفك. اش هاد الحاله؟ واش هاد الريحه كتصوت منك؟ واش عقل على راسك؟ واش عرفت راسك فين؟ هاد الغابه ما يدخلوها غير الشجعان واللي مقطعين واللي عاطف بالزول تمو. شكون اللي لحق هنا وخلاك؟ واش عقل على راسك؟ باين ليا هادي همزه وغادي نشدوها 21 يوم نعيدو بيها. خاصني نعيط لصحابي راهم باغين باقي ناعسين يشوفوا هاد الخير اللي جا مع الفجر. شوف عمي نتعرفوا بعدا، سميتي سونيا الصالوني، راني معروفه، راني كنقدم البرامج اللي بغاو الناس، وراني مشهوره بزاف. بلا ما تقلق، راني كنت سهرانه مع واحد الرباعه حتى لقيت راسي في الغابه. واش هادي غابه ديال المعموره ولا ديال جبل تبقال؟ شوف عمي هادشي اللي عطى الله، عندك توش موليه راه راحني حساس بزاف، والمتابعين ديالي في اليوتيوب كيموتوا عليا. الا بغيتي تعرفني غير دخل لانستغرام ودير سونيا الصالوني، وغادي تلقاني كنقدم المحاضرات والندوات على كورونا وعلى المكياج والروايات البوليسيه وعلى العلاقات العاطفيه وحتى على الشهيوات. عاد عندي البرنامج ديال الكبار من ورا 12 ديال الليل. واش ما كتعرفوش؟ واش انت من لي فان ديالي؟ بارك عليا من هاد الهضره ديال الكيلو، هادي همزه جيده وعشر سنين وانا كنقلب عليها، وانا متبعك في اليوتيوب وانا كنجمجم ليك وكندير لك التعاليق وكنقول لك انا هو مول الغابه. فرصه سعيده انا لا سونيا، انت اللي جيتي برجليك باش تعطينا محاضرات مباشره وديري البرنامج ديالك صافر الليل والمغامرات ديالك من قلب الغابه. واخا هنا ما كاين لا رز ولا توزه، كان غير المناطيح والشفاره، فرصه مزيانه هادي. حق الله العظيم مالك عصبي غير بشويه عليا، انا عزيز عليا المغامرات. هذا كتاب الغابه بحال واحد الفيلم امريكي تفرج فيه، انت كتشبه البطل اللي نقد البطاله في نهايه الفيلم. المهم شحال نتوما من واحد، انا عزيز عليا السربيس والنظام، وكان موت على التعليقات والتفاعل. انا راني سافرت بزاف ديال الدول وما عمرني وقعت لي شي حاجه في حياتي بحال ما هذه، الله يستر وصافي. المهم دابا بلا هاد الهضره وبلا هاد المقدمات، بغيتك تشطحي ليا شي شطحه واعره باش يتفاجئ الحال. هادي همزة يوتيوبية، قال لي عبد القادر كديري المحاضرات وكتقدمي الندوات وعندك بزاف ديال المشاهير والمواقع، وانا كنقترح عليك ديري البرنامج ديالك من الغابة. شوف الليل شحال زوين وراكي ولفتي معانا 10 ايام هادي وانت مونسة الرباعة وراكي مرضية بزاف، منخافش عليك. ويلي عليك المهدي، انت هو الفريكيز فيهم والضيف فيهم، فراسك هادوك احسن حلقات درتهم في حياتي، وغادي نعاودهم للمعجبين ديالي في اليوتيوب وفي الانستغرام بالتفاصيل المملة. راني ولابس هنا بزاف، كاين هنا الرجولة والمعاملة الحسنة والمناظر الطبيعية. بغيت نزيد في الكونجي ديالي ونكمل عندكم بشهر، كون غير عيطتو للرباعة ديال سيدي قاسم تجي تنشط معانا، الله يخلف عليكم. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.